مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرصد تتابعون فيها. في انتظار بزوغ فجرها عند العرب، المناظرة السياسية تكشف الأوراق، تثير الرأي العام وتؤكد سلطة التلفزيون. عرفت الأنظمة الديمقراطية المناظرة السياسية منذ زمن بعيد، ورغم أن الريادة في العصر الحديث تعود إلى الولايات المتحدة، إلا أن دولا أوروبية كثيرة شهدت ولادة ما يسمى بمناظرات القادة منذ أكثر من قرن من الزمن. وتكتسي المناظرة شعبيتها الواسعة من خلال نقلها عبر التلفزيونات، كما أنها تسمح عند نهايتها بقياس الرأي العام واتجاهاته لصالح شخصية مقابل أخرى. تاريخ المناظرة السياسية وعلاقتها بالإعلام في سياق قصتنا الرئيسية لهذا الأسبوع. The first question to Senator Kennedy from Mr. Fleming. The question really is, which candidate and which party can meet the problems that the United States is going to face in the 60s? Too often in appraising whether we are moving ahead or not, we think only of what the federal government is doing. One indisputable truth, debates, well, they can make history. المناظرة من التطبيقات الديمقراطية الأكثر التصاقا بحرية التعبير، هي شكل من أشكال الخطاب العام. Governor Romney says he's got a five-point plan. Governor Romney doesn't have a five-point plan. He has a one-point plan. It seems that some campaigns are focused on attacking a person rather than prescribing their own future and the things they'd like to do. مواجهة علنية بين متحدثين أو أكثر حول قضية معينة ضمن توقيت محدد، تهدف إلى ترجيح كفة واحدة من الجهات المشاركة، وغالبا ما يكون هذا الترجيح عبر تصويت الجمهور عقب انتهاء الوقت المخصص. المناظرة هي نوع محدد من النقاش أكثر تنظيماً وذو وقت محدود للمساهمة. المناظرة تتبع نظاماً معيناً يؤدي إلى نتائج ملموسة، إضافة إلى مشاركة الجمهور، وهو عنصر يحمل متابعي المناظرة على التصويت لما يعتبرونه المخرج الصحيح للنقاش. للمناظرات تاريخ قديم يعود به غالبية الباحثين والمؤرخين إلى الحقبة الإغريقية، وتحديداً في مدينة أثينا، حيث كانت تجرى المناظرات في الساحات العامة لتحديد خيارات الأمة. منذ ذلك التاريخ تطور فن المناظرة وتعددت المناهج والأساليب، لكن المفهوم العام ظل واحداً تقريباً، مقارعة الحجج ببعضها حتى يقتنع الجمهور بصواب إحداها، مع حتمية تمتع الخصوم بالتواضع الفكري وقبول النتائج. That's what the question in this campaign is about. It's not only what's your philosophy and what's your position on issues, but can you get things done? And I believe I can. أضحت المناظرات لعبة أساسية في حقل السياسة الذي يحفل بالمواجهات. مناظرات عدة تركت بصماتها في التاريخ الحديث. عام 1858 جمعت سلسلة من المناظرات العلنية عضو الكونغرس الأمريكي إبراهام لينكولن والسيناتور ستيفن داغلاس المرشحين للرئاسة الأمريكية. فاز لينكولن وحسم الشعب الأمريكي خياره بالنسبة لوحدة الدولة الفيدرالية ومنع العبودية. What kind of liberty is this? And what kind of equality? I'm Sandra Van Oker, NBC News. مع انبلاج فجر التلفزيون دخلت المناظرة السياسية آفاقاً أرحب. تسلطت الأضواء ولعبت تقنيات التصوير والإخراج أدوارها في التناظر بين الوجوه والآراء. توسعت دائرة الجمهور المتابع مباشرة وتضاعفت أعداد الجمهور القابع أمام الشاشات. أصبحت نتائج تلك المناظرات المقياس الأكثر دقة لتحديد اتجاهات الرأي العام وحسم نتائج الانتخابات الرئاسية في الدول الديمقراطية. Why do you think people should vote for you rather than the vice president? في الولايات المتحدة التي اعتمدت طبقتها السياسية المناظرة منذ فجر التأسيس، تحتفظ الذكرى بمناظرتين رئاسيتين جمعتا المرشحين جون كينيدي وريتشارد نيكسون خريف عام 1960. تم بث هذه المناظرات على قنوات ABC وCBS وNBC لتحقق نسبة مشاهدة بلغت 66 مليون مشاهد. أما المناظرة الأكثر متابعة فهي تلك التي جمعت الرئيس جيمي كارتر مع المرشح رونالد ريغن عام 1980، والتي تابعها 80 مليون مشاهد.
معظم الناس معتادون على مشاهدة المناظرات فقط كجزء من الحملات الرئاسية، لكن الحقيقة أن مبدأ المناظرة محوري لبيئة ديمقراطية صحية، وذلك لأن المناظرة تسمح للمشاهدين بتشكيل آرائهم. المناظرة أكثر جاذبية من النقاش العادي الذي لا يؤدي إلى نتائج. هي مبرمجة بأسلوب يؤدي إلى تشكيل رأي الجمهور استنادا على مداخلات من وجهات نظر مختلفة. If you want someone who will spend a lot of words describing a whole convoluted process and then end up supporting legislation that is supported by the big drug companies, this is your man. عندما يلتقي الضدين على نفس الأرض من أجل في العالم العربي لا تحظى ثقافة المناظرة باهتمام كاف. كان على الشعوب العربية أن تنتظر حتى عام 2012 لتشهد ولادة أول مناظرة سياسية. حدث ذلك في مصر بعد سقوط نظام مبارك بين المرشحين الرئاسيين. المناظرة الفعلية الوحيدة كانت بين المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح وعمر موسى. أزاحت تلك المناظرة عملياً الرجلين من السباق. المرحلة الأولى للانتخابات انتهت بمرور كل من محمد مرسي وأحمد شفيق للدور الثاني. رفض المرشحان حضور مناظرة مباشرة، فقامت إحدى القنوات الخاصة يومها بتسجيل مداخلات كل مرشح على حدة. المناظرات هي بطريقة ما امتداد لحرية التعبير، لا تستند فقط إلى مبدأ حق أي كان أن يقول ما يشاء، لكنها تسمح بخلق مبدأ التفاعل والحوار مع من يخالفونك الرأي. المناظرة بتاعتنا دي بتتكلم على الوطن. مناظرة مبادرة تحاول العمل على تدعيم ثقافة التناظر في العالم العربي. 99 ثانية يقدم وجهة نظره للجمهور. وقد وضعت أسس عملها لتواكب أنماط الشارع العربي وظروفه. بداية تطرح المواضيع، ثم يقوم بعدها أي كان بإرسال مداخلته المصورة فيرفعها المنظمون على الموقع الخاص بالمبادرة، ويفتح الباب أمام التصويت الإلكتروني. في مرحلة لاحقة يدعى أصحاب المداخلات الحائزة على أعلى نسبة تصويت للتناظر التلفزيوني المباشر، إلى جانب شخصيات من القيادات العربية الممثلة لاتجاهات سياسية مختلفة. هدفنا هو تمكين الأصوات الشابة المهمشة من إيصال صوتها للرأي العام العربي. نريد أن يستمع إليها وأن تشارك في الحوارات الوطنية التي طالما أبعدت عنها. إنه أمر محزن أن يقصى هؤلاء الشباب، وهم من أطلق موجة التغيير قبل بضع سنوات. مبادرة استطاعت أن تستفيد من التطور التكنولوجي لتحقيق مشاركة أفضل للرأي العام في صياغة الأفكار وصناعة التوجهات. لكن التكنولوجيا وحدها لا تغير الواقع أو العقليات، فبعد نحو قرنين من ظهور المناظرات الفكرية والسياسية في شكلها الحديث، وبعد قرون عدة من مناظرات أثينا التي فتحت باب القبول بالرأي المختلف، ما زالت مناطق عدة في العالم ومن بينها جغرافيا الشرق الأوسط تكابد لإرساء ثقافة الاختلاف. ما زالت الهراوة هي الأداة المفضلة لمعاقبة المختلفين في الرأي، وما زال سجن أصحاب الرأي بديلاً لمناظرتهم في الفضاء العام.